السلام عليكم، كديرين؟ اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل غادي نشارك معكم المشتريات اللي انا خديتها من ناتوراما، وهذا هو الفيديو ان شاء الله. غادي يكونوا فيه بزاف المعلومات وغتكون كل حاجه بالثمن ديالها، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. و الى عجبكم الفيديو بارطاج لايك باش كلشي كيستافد، وتهلاو في راسكم وكنحماق عليكم اللي خطيكم عليا وخلاص. يلا خليكم معايا حتى الاخر لا فيديو. السلام عليكم البنات، كيف قلت لكم في الفيديو راه غنتقاسم معكم هاد المشتريات اللي انا خديت من ناتوراما. المهم انا حطيتها فوق الطبله باش يبان لكم كلشي، اللي هي جمعت الخضره مع بعضياتها والديسير. كناخذ الخضره على حساب السيمانه، كناخذش بزاف على حساب الاسبوع. غادي تلقوني كناخذ داكشي قليل راه على حساب الاسبوع. المهم هادشي كامل تقديته اليوم من ناتوراما. هادشي البنات الثمن ديالو 93 اورو، 93 اورو اللي تقديت، وتقديت داكشي اللي خاصني في الدار. اللي ما عنديش، اللي عندي راه ما جبتوش، بحال نسيت، انت عرفتي شنو نسيت البنات؟ خيزو جزار، باغا ندير غدا كسكسو. المهم ما علينا، يحل الله نخرج غدا الصباح. المهم دابا نقول لكم كل حاجه شنو هي، وفي المونتاج راه غنكتب لكم الاثمنه تحت الى طحت على البول ما عرفت فين درتو كاع. المهم علينا. المهم البنات انا لقيت البون لا مارك ديال داك لا مارك الحانوت ديال ناتوراما، وبالنسبه شحال خلصت 91 اورو. ها هي البنات 91 اورو و83 سنت. هادو غير هادشي، ما الخضره خلصتها بوحدها، لانني انا فاش مشيت تقديت التلفه بنتي تلفني ملي عبرت، ملي عمرت ما عبرتهمش ودرت البون ولا سقتو. عاد من بعد هشام مشى خلص واحد 6 اورو ما بين الديسير والخضره. المهم البنات هنايا باش زوينه كيف قلت لكم، كيقول لك مثلا هذا، مثلا هذا من بعد غادي نكتب لكم الاسمنه كاملين. مثلا هذا قال لك مثلا كيكون مثلا 10 دراهم، الا خديتي هادو ثلاثه بحال كينقصوا عليك، كيحسبوا لك بحال 160 ريال ولا 180 ريال الواحد. المهم خدينا هذا الفرماج ناقص 20، هشام ما تيبغيهش مالح بزاف. خدينا هذا اللي عادي، وخدينا ديال الكامون. انا كيعجبني ديال الكامون، راه خدا منه جوج ديال الكامون زوين بنان. وخديت هاد جبن ريكوتا، فنة جبن تيعجبني هكا مرة نفطر بيه. كلشي غنكتب لكم الاسمنه ديالهم في المونتاج هكا. هنايا بالنسبه لدانينو حتى هو كيقول كي الا خديتي واحد خديتي جوج غادي يتقام عليك رخيص. خديت هاد دانون ديال اليونان زوين مسوس، كيجي زوين في غادي ندير به الحرشه ان شاء الله، كيديروا به تاكيتا، كيديروا به العصير. خديت فرماج محكوك، خديت غير وحده هكا. شحال هادي ما بقيت جبت هاد التوابل الجاهزه اللي كديروا بها مكاروني. انا هنا جبت هاد ديال المكاروني كاربوناغا، يعني ماشي بالضروره غندير فيها الحلوف، نقدر ندير فيها غير داك اللحم الفيلي اللي كيتباع التواركا، نديرو معاها كيجي زوين. والشامبينيون اولا ما نديرها بوالو، نديرها غير بالشامبينيون راه كتجي زوينه. الصوص البيضاء خديت جوج، وبالنسبه لهذه سباغيتي بولونيز خديت جوج. مطيشه حتى هما تاخدي ثلاثه كيحي نقصوا لك في الثمن. هاد مطيشه تتعجبني بزاف، هذه طوماط صوص لي في عوض هذوك اللي كيتباعوا في الحك في المغرب تيقولوا لها مطيشه الحك. هذه هي هذه، غير هذه من السمه بالثومه، لا مارك زوينه هذه بزاف. انا خديت ثلاثه منها، وخديت ثلاثه من هادو. هادو مطيشه مقطعه طروفه، يعني تجي بيضو مطيشه زوينه طيبه. كتعجبني هادي نديرها مع البيض، كتجي بيضو مطيشه زوين. وهادي كتعجبني مع بيتزا اولا مع سباغيتي. يا كاتبين على هنايا
باستا صوص يعني ديال لي بات، ولكن والله البنات ندهن بها حتى البات ديال البيتزا كتجي زوينه. خديت بها جوج، هذه اوريجينال زوينه، هاد لاماك حتى هي فيها البصله والربيع والثومه، كلشي فيها منسمه بزاف الاشياء. خديت الذره، خديت جوج، هنايا الشيبس مملحات، خديت هذه ديال البابريكا، القرقع هذا على قبل حيت هشام دابا كيطبق داك الصيام اللي كنت شاركت معاكم في سبق لي هضرت عليه في الفيديو. هشام كيتبعو كيدير من الاثنين حتى الجمعه، حتى الجمعه السبت والحد تياكل اللي بغا وتيشرب اللي بغا. من اثنين حتى الجمعه ما تياكلش الخبز بزاف، كان كيدي معاه مثلا 5 ديال بوط غام، توست توست كان كيدي 5، دابا ولا كيدي 2، يعني كياكل 1 مع 10 وواحد مع 12 صافي. وصافي دير هاد الصيام ديالو على الطريقه ديالو من اثنين حتى الجمعه. لهذا كيدي معاه الزبيب، كيدي معاه اللوز، كيدي معاه القرقع، واحد الكميشه للخدمه. ان انا الشيبس ديالي هو مبقاش كيدير هاد الشيبس وسط الاسبوع، حتى النهار كيف قلت لكم السبت والحد، عرفتي عطست شوف عيني كيولو حمرين، السبت والحد عاد كيقدر ياكل هكا معايا شي شيبس. خديت ليا هاد الكوكتيل هكا، هذا تيعجبني وكاين اللي فيه الملحه، ولكن هذا كناخذو فيه البصله والثومه، المذاق ديالو فن بحال كتاكلي شي حاجه ماشي هادشي. مهم خديت البنتي شوكوميل، خديت لها هاد الكبيره وتا انا كنشربها معاها، وخديت ليه خديت لينا خديت لي انا هذا فيه الفريز، هذا فيه التفاح وفيه فيه البعبان بيرزك الخوخ، فيه الخوخ هذا، وهذا فيه حتى هو بحال هكا هو كل واحد والنسمه ديالو، مع دايرين فيهم واحد العصير كابينو بحال شكل سيفن اب وداكشي خاوين عليهم من الفوق، ولكن كل واحد واشنو خاوين عليه، كل واحد واشنو دايرين معاه. خديت لبنتي هذا باش تفطر، بعد المرات ما كتبغيش تفطر ليا، كنبدل لها مره المسمن، مره كندير لها الخوص، مره كنجيب لها البيني، مره كنجيب لها كرواسة، كيف شفتوا معايا في الفيديو كنجيب لها سكر وصالي فيها الفرماج لداخل، وبعد مرات ما تتبغي ليا والو تنحاول نعطيها هذا، ما كنعطيش لها بزاف. خديت القهوه، خديت هاد كورتادو، هاد كورتادو قهوه بحال ما هكا ولكن كتجي في الكاس الصغير، قهوه مخلطه مع في الكاس الصغير. وخديت كابوتشينو، كابوتشينو خديت منها جوج، يا كابوتشينو خديت منها جوج، وخديت لاتي، لاتي ماكياتو، هادو تيكونوا زايدين في الثمن، هاد الماركه كتكون زايده في الثمن، وانا ما نقدرش ندير اي كغبس، ما نقدرش ندير اي وحده من هادشي، زعما نشريش حاجه رخيصه لهاد الماكينه الا، حيت انا لاحظت كانت عندي واحد الماكينه كنت فاش يلاه جيت هنا لهولندا حتى انا كنت كنشري في واحده رخيصه، ولكن البره اللي كاينه في الماكينه كتخسر، ما هي مره ما يجوش كندير هذاك، ولكن الغلط ما كيبقاش يتعاود، حيت هادو البلاستيكه ديالهم فوقاني اللي تتثقب ما كتكون على قد هاد البره اللي كاين هنايا كتثقبها، مي كتشري شي وحده ما كتكونش ديالها كتتحفي البره ولا ما عرفتش تيطرى لا ممكن كتخسر ما كتبقاش مزيانه. دابا غادي ندوزو لاتجاه الاخر، جيت من هاد القنت هذا. مهم خفيت هادي كرواسة ديال الشكلاط، اذا ام كتبانش مزيان سمحوا ليا، ديال الشكلاط كتطيبيها في الفران، انتما كتشوفوا باقا ما مقرمشاش. نور خديت ليها هاد الشوكوميل صغيورين، وهكا فريستي ما كنعطيهمش لها كل نهار طبيعه الحال، بحال هاد الشوكوميل فريستي قليل فين كنعطيهم ليها هكا الا بغات بغيت نعطيها صباح تشرب شي حاجه، حتى
تنعطيها هادو، اما هادشي حتى هو كنعطيه ليها مره مره، ماشي كل نهار كنعطيه ليها. والاكثريه تنهزهم هكا، كنا خارجين راه الوحده راه كتباع غاليه، لواتي تاخذها من ستاسيون، اللهم كنشري هادشي هكا بزاف باش ولا كنا خارجين ولا شي حاجه نهز لها وحده ونديها لها معايا. انت خديت ليا هاد نيفيا، انا من عشاق النيفيا في الجسم ديالي، تتعجبني هادشي ديال جلد ديال نيفيا. خديت هذا ديال الزيت كي شفتوا الاخر راه قريب يسالي، وخديت هذا لي في بعض الحبيبات كتشوفوا معايا حبيبات الجسم، وحتى هو على شكل زيت، قلت غادي نجربوا هذا. اصلا نيفيا ما خيباش. نور خديت لها شي تسنان ديال ووزلان بيب، كتحمق على هادو حد الرسوم هنايا في كيدارو حتى في يوتيوب، اللي بغات وليداتها كيتفرجوا في الرسوم بالهولنديه، كاينه نوني، كاينه يوكي انيت، وكاين ووزر ان بيب، كاين شي ماغان شاين، كاينين بزاف، كاينه ايلسا. المهم هادو كلهم زوينين. سانسودين لهشام. خلاص البنات، هاد الفريت صوص هذا واعر واعر واعر، ملي كتمشي عندو الفريت وكتاكلي عندو فريت وكيعطيك لاصوص ديالو، راه هو هذا اللي كيتباع في الزنقه، بحال اللي كيتباع في الزنقه. خديت الفريت اللي كاين في الديفريز، الخل خديت القلعه هذا، علاش كنبغيها البنات؟ غير كن نقي به الثلاجه، نقي به البوطاجي، الدوش، المهم هذا للتنظيف. ما كيعجبنيش الخل في الماكله بتاتا، انا كناخذ هاد ازاين غير على قبل التنظيف. خديت هاد ايرويك، علاش؟ على قبل الفراش هنايا ديال الصالون، كيعطي ريحه زوينه، انا كنبغي هاك الريح البانكستيل. هذا حيت قربي سالي ليا خديته، هذا هو اللي كنمسح به الاينوكس، وهكا حتى لافابور روبينيات كيخرجهم كيشعلوا، ما كيخطانيش انا هذا. وخلاص هذه لانجيت ديال خفن زربن ديال نقيات، زعما ما تمسحيش حاجه بالزربه، بحال الكرسي ديال بنتي كتجلخو كندوز عليهم بهاد لي لانجيت المعقمه. غادي ندوز الحليب. حليب خديت غير 5 الكرتونات، انا خديت كامل الدسم، هو اللي كناخذ، ما كناخذش، كنت كناخذ اللي ناقص الدسم فاش كانت بنتي صغيره، دابا كبرات وليت كناخذ كامل الدسم، حيت هي اصلا مابقاتش كتشرب الحليب بزاف. بنتي ملي دارت عامين ونص ما بقيتش كنعطيها الحليب بزاف، كنعطيها مره تفطر بيه اولا الشوكومال، وفي الليل كنعطيها واحد الكاس تشربو وطلعت ناس، بعد خطرات ما تنعطيهاش، كنعطيها غير الماء وتطلع مع قرعه الماء وكتطلع. خديت هاد القرعه ديال الدجاج، طلع ليا رخيصه، هذا باش كنقسم القهوه كوفي مالك. شنو ثاني؟ خديت قرعه، خديت غير جوج حبات كيف قلت لكم، تقاديه ضربتها مع الثقه ديالي كناخذ ديال الخضره وديال الفواكه ديال الاسبوع، حيت انا كل اسبوع كنمشي نجيب، حيت حنا عير ثلاثه الناس، الا جبت بالكثره غادي تخماش. جبت جوج قريعات حيت غدا باغا ندير الكسكسو، راه كندير فيه غير قرعه وحده وحده غادا تبقى. خديت البنان، كناخذو خضر 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 خضر، علاش؟ باش يطيب عندي هنا في الدار. خديت التفاح حتى وحنا كياكلو، غير خديته على حساب الطارت، حتى بنتي ما عداش معاه بزاف، ما ملي كنديروا لها نحطوا لها مع الفواكه كتعزل كلشي وتخلي التفاح، حتى انا ما عنديش مع بزاف ولكن عجبني في الطارت في الحلوى. خديت هاد الفلفله هذه اللي فيها ثلاثه هكا، باقا عندي الفلفله. خديت ثلاثه الحامضات، كنقطعهم طرونشيات وكنديرهم في المجمد، باش الا بغيت ندير الحوت كنجبد دوك الطرونشيات نديرهم اولا كنديرهم مع الماء، واللي باغا تحتفظ بيه غير في الثلاجه تحتفظي بوحده حيت دغيا تيخسر. البصله خديتها هذا الحجم، خديت منه جوجات. بطاطا خديت هذه، نورمال كناخذ انا كناخذ هذيك اللي دغيا كطيب، خويتي كناخذ هذيك اللي دغيا كطيب، دابا ما لقيتهاش. خديت مطيشه حتى هي على حساب اسبوع، ما كنستهلكاش بزاف، جبت دابا بزاف، عرفتي علاش؟ حيت المطيشه اللي عندي في الجرده ما بقاتش عندي. خديت البعويد حتى هو كناخذو قاصح،
باش هكا تيرطب عندي هنا في الدار بلا ما نجيب رطب ويخمج عندي في الدار. هذه ايدي هي اللي كندير انا تقاسمتها معاكم. تنجيب ديما البنان خضر، البعويد قاصح، الخوخ قاصح، اي حاجه كنجيبها قاصحه بقى خضره طيب عندي هنا في الدار، حسن ما نجيبها طيبه من تما كتبقى تخسر ليا. اللوبيا خديت واحد شويه على حساب بنتي حيت عندي في الفريكو ما بغيتش ندير لها ديال الفريكو، انا ديال الفريكو نديرها في 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 المرقه ما كاينش مشكل. هذه بغيت نديرها لا طريه تاكلها غدا. صافي البنات كيكونوا هادو هما الاشياء اللي خديت. صافي يا هادو هما الاشياء اللي خديت من ناتوراما. كل حاجه كيف قلت لكم راه الاثمنه ديالها نكون يمكن كتبتهم ليكم الا بقيت عاقله. وهنايا غنتقاسم غنتفارق معكم، كنقول لكم تهلاو في ريوسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، ولا عندكم شي تعليق خليهم ليا، عندكم شي تساؤلات خليوها ليا، ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.